ما عليك يا ابو رشيد، ولا لفقته. هو البارحة يا حسين مكان يكون يا من العشاء بين الذان الفجر يا حسين، ما غير اللي خاطري بال دموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين، كل السباب طير حزين الطبوعي يا النادر اللي شوفته تطرب العين، اللي مني ندبت في زوي مثل الشجاع اللي ينموها القريبين. انت خلي القرار يعني عرفت، قمت اتذكر طلة الطلوي بخد قناصنا في حروات اسبوعين، ما ادري ثمان ايام معهن اسبوعي كان يا ابن الاجواد يومين، وفي تليال مقناص يوم الربوعي يتلى العهد به راح يلوى الجناحين، اقف ورا خرب مسكر جزوي من ذيرين وردبت من عقب طيرين، وسقنا معاهن وسط خد منوي يقف شمال ومبعدات عن العين، وقفت دار بالمير ما من سنوي قالوا جهاز الطير ما نسمعه زين، مسكين وجه الترجل بكل رجم رفوي يرقى ولو احود بلا صوت صوتين، وما قصروا وقت المنافع ربوي واخذت في جو القطامين نهارين، لا شك طيري من ولا رجوي وانا بعد حدرت يم البلدين، ما كان ود ان المفارق في جوي ليت موادني سوى المحبين، الله يلوم الطير بداه يلوي خلاني ياسر والمخاليق ممسين، عسى ياسلم من يدينا الطموي يلي عنا النشاد يخفي البراهين، ولا الرجال اللي تعرف الزنوي تلقى على حجلة مع سبق رقمين، ولا عساه بنار يتطلوي ورزق على اللي خالق الناس من طين، ومن مجرى يا حسين قلبي قنوي لو كان عقب خاطري صاير شين. الله الله يا ولد، على طاري يوم يقول ليتهم ودعني سوات المحبين.